نرجع لنادي الزمالك. نادي الزمالك ماشي بخطوة ثابتة في قصة أزمة القيد الجديدة بتاعت خالد بوطيب. بيحصل جلسات في الوقت الحالي وفي وقت سابق، وقبل ما يتم الإعلان عن هذا القرار مجلس إدارة نادي الزمالك بيتواصل مع المحامي الخاص بيه خالد بوطيب. الشغل بإيجابية شديدة جدا مع الراجل، إن شاء الله هيتم التوافق على أيا كان بقى الإمكانية أو الكيفية اللي هيتم بيها التعامل والتسوية مع خالد بوطيب. إن شاء الله هيتم، وهيتم في الوقت اللي جاي ده في القريب العاجل إن شاء الله بإذن الله. فعايزين نطمن جمهورنا الزمالك إن شاء الله بإذن الله أزمة خالد بوطيب إن شاء الله هتتحل. بصيت على الفترة اللي فاتت كانت الأزمة برضو بتاعت القيد كانت صعبة جدا، بدون الدخول في تفاصيلها لأن الناس كلها حفظت تفاصيلها، برضو كانت صعبة ولكن اتحلت. فإن شاء الله اللي جاية هتتحل. أنا بقول دلوقتي قصة خالد بوطيب إن شاء الله بإذن الله هتتحل. ليه؟ لأن في ناس بتجتهد اجتهاد يصل إلى حد بين ظفرين الهبد، إنه يقول لك إيه على فكرة الأزمة مش هتتحل والزمالك هيكمل بمجموعة اللعيبة اللي موجودين دول في السيزون اللي جاي. ده كلام لا أساس له من الصحة. خلينا واحدة واحدة. طيب بعديها بشوية الزمالك بيفاوض مش عارف مين ومين، والزمالك مضى مين ومين ومين، وتلاقي أسامي فرقتين نادي الزمالك مضاهم. كل دي بتبقى فرقعة، حد عايز يرمي كلمة، حد عايز يلم شوية تفاعل عنده على الصفحة بتاعته أو على السوشيال ميديا الخاصة بتاعته، فتلاقي كلام من هذا القبيل.